بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. هقرا لاجل تعلمنا جزء من الانجيل المقدس من انجيل معلمنا مرقس الرسول الاصحاح الرابع في عدد 21. والانجيل ده هو انجيل قداس يوم الخميس الاول في الصوم الكبير بكره يعني. ثم قال لهم: هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير؟ أليس ليوضع على المنارة؟ لأنه ليس شيء خفي لا يظهر ولا صار مكتوما إلا ليعلن. إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. وقال لهم: انظروا ماذا تسمعون؟ بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون. لأن من له سيعطى، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. وقال: هكذا ملكوت الله كان إنسانا يلقي البزار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا، والبزار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل. وأما متى أدرك الثمر فللوقت يرسل المنجل، لأن الحصاد قد حضر. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين بالمناسبات الجميلة دهيت. أولاً بهنيكم ببداية الصوم المقدس، أجمل أصوام السنة وبنسميها ربيع الحياة الروحية، وبنسميها بالوجبات الدسمة فيها موسم التوبة. بشكر نيافة أنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية والأباء الكهنة الموقرين في هذه الكنيسة المباركة، وكل الأباء الحاضرين، أباء الأسقفة والأباء الكهنة. بشكر كلمات المحبة، وبشكر الكورال الأطفال اللي قابلنا تحت، الأطفال اللي كان هنا والشباب والشابات والعازفين والموسيقى والأداء والإخراج الجميل والكلمات الحلوة، كل حاجة حلوة عندكم. وكمان بهنيكم ان احنا الشهر ده شهر مارس بنحتفل فيه زي ما علمونا ولادنا في الترانيم، ان هذا الشهر ممتلئ بالقديسين. بنلاقي فيه النهارده تذكار القديس البابا كيرلس السادس، وفي تذكار الاسبوع الجاي اذا اراد ربنا وعشنا هيبقى تذكار نياحة البابا شنودة الرابع، وتذكارات انتقال أباء أحباء أبونا مخيل إبراهيم، طبعا أحد الأباء المشهود لهم كثيرا، أبونا بشوي كامل، أبونا فلتأوس السورياني. الأباء الأحباء في هذا الشهر بيتجمعوا زمانهم في السماء فرحانين بينا ان احنا على وفاء لذكراهم، وبنطلب صلواتهم وشفاعتهم تكون ويانا. بنشكر كمان الاطفال اللي مثلوا الاباء بابا كرولوس وبابا شنودة وابونا مخيل ابراهيم، حاجه حلوه خالص ومكياج جميل خالص. الاخ اللي عمل مكياج يعني برافو عليه. اتعودت وياكم في فترات الصوم أخلي الاجتماع نتكلم على إنجيل يوم من أيام الأسبوع. تعرفين الصوم مكون من أسابيع، كل أسبوع يبتدي يوم الاثنين وينتهي يوم الحد. ففي سنة 13 ابتديت يوم الاثنين، وفي سنة 14 خدت يوم الثلاث، وفي سنة 15 خدت يوم الأربع من كل أسبوع، والسنة دي إذا أراد ربنا وعشنا
ناخد يوم الخميس، إنجيل قداس يوم الخميس. إيه الرابط بين ده كله؟ في أناجيل القداس الإلهي عبر أيام الصوم المقدس نجد، وهذه ملاحظة مدهشة، نجد سؤال. هذا السؤال موجه إليك من الله خلال فصل الإنجيل. وطبعا موضوع السؤال وموضوع الإجابة من الموضوعات الكبيرة خالص. السؤال يأخذ أهميته من مقدمه. يعني مين اللي بيسأل السؤال؟ سؤال طفل صغير هيبقى سؤال صغير، سؤال شاب هيبقى سؤال في مستوى الشباب، لكن سؤال الله نفسه له قيمة كبيرة لازم نلتفت إليه. ثم أن الله يسأل الإنسان صنعت يديه، لا ده الموضوع يبقى فيه خطورة كده، ما نعديش عليه يعني عبور الكرام. ثم الأهم من ذلك أن الله يسأل الإنسان، وضروري في موضوع مهم، هو موضوع واحد بيسأل فيها الله، خلاص الإنسان خلاصه من الخطية. وطبعا
وبرضه مش دريان بنفسه. ايه هو السراج؟ السراج له معاني كثيره في الكتاب، لكن انا هختصر لكم كده بعض المعاني على قد وقتنا. السراج عند الانسان هو نعمه العقل، وكلنا بنقول العقل زينه في الامثال المصريه، العقل زينه. عشان كده السراج عند
على الشنطة، حطوا اسم البنك على الشنطة طبعا باللغة بتاعت البلد دي. أقصد إيه؟ إن جديتك تأتي لك بثمار كثيرة. السؤال أننا لم نولد لأنفسنا، كل إنسان فينا هو يجب أن يكون سراج. يا بخت الأسرة اللي الأب والأم فيها سراج لأولادهم ونور. مرة كنت بزور زمان من حوالي 10 سنين في عز الشتاء، بزور دولة مليانة تلج. فأول ما دخلت بيت من بيوت أبنائنا الأباط هناك، بيت كبير كده، لقيته منور كل النور، كل النور 3 طوابق كل النور منور. فبقول له يا باش مهندس فلان، يعني احنا هنقعد في الحتة دي نور على قد كده؟ قال لي لا يا سيدنا، أبوي علمني، لما أبوه علمه في الصعيد، لما يجي سيدنا يزورنا نولع كل نور البيت، نوع من الترحيب يعني. فتصور ده واحد ساب بلده من 30 سنة لكن فاكر اللي تعلمه من والده. فاكر مرة من المرات أب جه يقدم تبرع، فدخل يقدم التبرع وياه ابنه الصغير، فأنا يعني محرج، فقلت له من فضلك لما تحب تقدم حاجة لربنا قدمها بمفردك. قال لي لا، لازم أجيب ابني وياي. قلت له ليه؟ قال لي عشان أبويا كان بيعمل كده وياي، ما هيتعلم إزاي؟ وانتوا طبعا فاكرين القدوة السيئة بتاعت الراجل اللي جاله التليفون. دايما أحكي الحكاية ده، هي اللي جاله التليفون، فالواد رفع السماعة بيسأل على الواحد، بيسأل على باباه، فباباه قال له ايه؟ قال له مش هنا. فالوالد بكل براءة، بابا بيقول لك هو مش هنا، يعني ما فيش براءة بعد كده. ده هيبقى قدوة ايه بقى؟ ايه القدوة اللي في الموضوع؟ سراج. هل حياتك سراج في وسط أسرتك؟ طيب انت اللي بتدرس في الجامعة مثلا او في التعليم العام أو في أي درجة من درجات التعليم، هل أنت سراج؟ هل أنت متميز؟ دي نعمة من ربنا بيديها لك. هل أنت سراج في حياتك؟ طب في المكان اللي أنت بتشتغل فيه، ما هو المجتمع بيقوم على إيه؟ على أن مجموعة الناس كلها تشتغل، اللي بيعرفوا في الطب يشتغلوا في الطب، واللي في الهندسة في الهندسة، في القانون في القانون، ويبقى الجميع كله ويا بعضه بيحاول انه يخدم هذا المجتمع، كلنا بنخدم المجتمع. هل انت سراج في المكان اللي انت فيه؟ نور، قدوة، عملك واضح. طب في خدمتك انت سراج؟ لا تنسى، هل يؤتى بسراج ويوضع تحت المكيال أو تحت السرير؟ لا، أليس يوضع على المنارة؟ السراج لازم يبقى منور. إيه فايدة سراج يكون مش منور؟ مصباح مش مضيء، ملوش أي فايدة. عشان كده السؤال، وإحنا في بداية الصوم وفي وقت التوبة، اسأل نفسك سؤال كده: هل أنا نور وقدوة لمن حولي؟ إن ما كنتش، ابتدي حاول، ابتدي تعلم، ابتدي أيام الصوم أيام غالية خالص، حاول تستخدمها جيدا، حاول إن كل يوم ما يعديش منك كده. أيام الصوم يا إخوتي يجب أن تكون مختلفة تماما عن الأيام العادية، دي أيام معدودة. على رأي أبائنا لما علمونا وقالوا هي دوبك 55 يوم، 55 يوم عشان واحد يقدر يعدل حياته الروحية، عشان واحد يقدر يسترجع قوته الروحية، عشان واحد يقدر يشحن حياته بطاقة روحية، يدوبك 55 يوم. يجي في نهاية الفصل الإنجيلي ده يقول لك: إنسان كان يلقي البذرة على الأرض، فالبذرة ده هي لما حطها طلعت نبات، ثم سنابل بقت مليانة قمح،
خد بالك من التدريج، نبات صغير ثم سنابل بعد كده سنابل مليانة قمح. عايز يقول إيه؟ عايز يقول البداية النبات ده هي اللي بنسميه إحنا بداية التوبة. وبعدين لما طلعت سنابل لسه ما اتملتش، بقت تعبير عن الأعمال الصالحة، ولما اكتمل فيها قمح بقى تعبير عن الإنسان الذي يستطيع أن يخدم آخرين، أن يكون قدوة لآخرين، أن يكون نور لآخرين، أن يكون تغذية لآخرين. وخد بالك أن كل ده عملية تدريجية مش في لحظة، ما حصلش أن احنا حطينا النبتة البذرة طلعت شجرة، لازم تاخد وقت، نمو تدريجي. هذا الصوم صوم للتوبة، وصوم تحط هدف قدامك كده، يا رب اجعلني سراج لأسرتي، لخدمتي، لكنيستي، لمكان عملي، لمكان دراستي، اجعلني سراج يا رب، وخلي حياتي دايما كده كالسراج الذي يوضع على المنارة. وإن كان السراج ده هو محتاج شوية إصلاحات، شوية تعديلات كده، فرصة في الصوم إنك تراجع نفسك وإنك تجود نفسك وتكون حياتك من جديد من أجل تجديد الحياة. وزي ما بنصلي كل يوم ونقول قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جددوا في أعشائي. بشكركم كثيرا على هذه الكنيسة الجميلة والزيارات والترتيبات الجميلة اللي عملتوها، وبشكر كل أحبائنا في النظام في الشرطة وفي جهات الأمن كلها، كل المسؤولين وكل الأحباء اللي حضروا ويانا النهاردة. بشكركم جميعا، ربنا يبارك حياتكم، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.